عندك اخوات قد ايه؟ انا عندي اختي اكبر مني دينا بتشتغل في اليونايتد نيشنز في الاي ال او. حلو قوي ما شاء الله. مكتب العمل دينا اكيد. لا 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 والله العظيم من غير مجامله دينا هي قدوتي في قد ايه هي رقيقه وجميله. سنتين وقدوه بجد بتشوفيها. لا انا دينا بتلبس انا عايزه البس دينا. لا حبيبتي لا مش بتكلم على اللبس والحاجه دي ولا لو هنتكلم على الحاجات دي اللي هو انا خارجه معاك لا احنا كنا بنتخانق انا ما حدش صغيرين احنا كبار انت صغيره لا لما اتجوزنا بقى وكل وعقلنا كده بقت هي لا دينا حبيبتي جميله وطبعها جميله وبتحب الكل وتراضي الكل وتستحمل اي يعني ورقيقه قوي وانا بحب انا اختي انا احلى الست الرقيقه ولا الست القويه؟ الست الرقيقه. ليه؟ عشان انا قويه وانا كارهه ده جدا بشوف تعرف تعمل كل حاجه وان وومن شو مش حلو مش حلو ان الست تقول انا عارفه اعمل كل حاجه انا جدعه انا بميت راجل بجد لا أنا لازم تقولي انا ما اعرفش انا لا داليا مش هتعرف لا لازم نساعدها انا عايزه ابقى كده انا نفسي ابقى الست دي بجد لا انا هاخد فاصل وارجع اتكلم عن ابتديت اقول لحسن ما اعرفش انا ما اعرفش اعمل كده مع ان انا جاي انا ممكن انزل يا داليا لا انا بنقوله بس هو خلاص عارف قلت له انا ما مش هقول لك من هنا ورايح انا ما اعرفش انا عايزه اتدلع يعني انا كنت زمان انزل والله يا سالي في الشارع وانا لابسه كعب وفولار و انزل افك عجله العربيه اغيرها لا انا بعمل كده انا كنت بعمل كده حبيبتي انا بعمل حاجات بمفكات في البيت انا ممكن اركب رف سباكه في البيت لوحدي ما وصلتش بقى للسباكه مقرفه شويه بس انا بشتغل بعمل حاجات بايدي في البيت لا ده ليه انا هاخد فاصل سريع جدا وهنرجع نتكلم عن الست القويه ايوه وليه الست ما تقولش ان هي قويه عشان عايزه اتكلم في الموضوع ده كتير قوي لانه ممكن ستات كتير بتتفرج علينا وبنات تستفاد من ده تتعلم ان هي تقول ما بعرفش نو نو